حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله. شباب الصوت شماسي. شباب سمحوا لي، يعني كيف اني جيت؟ كيف اني جيت وكنت نفتح ذي الكواوة؟ كان نجبر شوي من تيجوة. فيكم حد يعرف تيجوة؟ الحمد لله والشكر له وخير. بيكم الصوت مسموع؟ اوه زين. اراني اسف جدا. عادة نعطي وقت محدد للبث المباشر، ودائما نقول له نبدأ الـ 11، والله نبدأ الـ 10، والله نبدأ بعض وقت محدد. شكرا جزيلا شباب، عاد صوت مسموع لك هو المهم. مهم لا ما يعود مشوشين عليه الأصوات الخارجية. نحن في حي أهل فتبارك الله ما شاء الله، ماني متعين فيهم غير ياسرين فيهم الزيجات. احنا نقاعة وكل جمعة في الليل والسبت في الليل فيها يعني قالوا القروع ما هو تيجوا فيها، تعود فيها صك، وانا سامع صوتها من قد ذاك. لعت انتم ماكم سامعين، ومعناها ما هماتي اي ازعاج. وتو الليله صقت عني لين ان شاء الله تعالى لهنا وفمنا من الصلاه مع الامام شغالي لهنا بدا، وعقبت تاخرت شوي بي اللي نحن للصحافه والله بعد اللي مدعين والله بعد قاعد ما يمنها لهنا لا مدعيها. كنا منادين الليله بمناسبه هذا الترتيب اللي عاد في حدث في موريتانيا المرتبه 33، وما زلنا لا يرجع له، هو المحور الرابع ان شاء الله. دور بنجة لا لي انه خال قدامه، انه خال قدامه يدور يوصلكم الصوت. الله ما يهمك للامانه، هذه عاده سيئه بيه اللي مزعجه للجيران، ودائما يعود الواقي يعود حد متنفذ. والله امراه متنفذه وتعود عندها حيط ولا ينفع فيه الشكوى. انا قاعد ماني قريب منه حتى، غير الناس اللي قريبه منه. عندي صديق غاري فيه ما باقي شيء، ما عدلوا، قال انه شكشور الحاكم وشكشور الوالي، عنده معنى في شيء. والله اللي مولانا عن من عند العاشر ونص اللورة عنه عاد محرم، وهذا ما نافع في شيء. من الكوارث توف اللي يعانوا منها المواطنين، عن رقاج يجي ويفتح حيط ويعود يكريه وتوف كل ليله، واذا ما هو صالح بعد ما كان في قاعد الموضوع ما كان في البث المباشر. غير قايل انا عنه في العالم كامل خالقين مرتين دائما يعودوا خارج المدينه. المرده الاولى بايعي السيارات، ما هو كوارج الكراج، يعودوا نقرد يشرب يعدل في الوتاتي، غير الفوار اللي تعدل فيهم اللي ينباعوا فيهم الوتات يعودوا خارج المدينه. وانا شفت بلاصه واحده ان شوروم ينباعوا فيه الوتات اللي هيونداي، ينباعوا لين يعود حد واحد المطار يرجعوا للعربيه، وذاك هو يلطي يعود بالهم البراص فر يلطم يمشوا لها. القضيه الثانيه قضيه هذو المناسبات الاجتماعيه اللي تخلق، واللي يعود رقاجتهم سهران الى الثانيه الثالثه، يحاني الناس كانهم يوفى. بعد ما كان هو المحور الاول، احنا الليله عندنا اربع محاور، عندنا بيبي، وعندنا المشاكل مع مالي، وعندنا زيارة البريزيدان دي كوميتي ميليتار دو لوتان، وعندنا ار اس اف، ايش عندنا اخر؟ بي بي، قضية مالي، وقضية ار اس اف، هاو الرئاسيات، بعدني نسيتهم، الرئاسيات، تعرفوا لماذا بعدني نسيتهم؟ بي اللي ماني قال انهم هم الاولوية للزمن. تبغي تعود سياسي تعدل، ما نعرف يا بو السياسة هون، السياسة بعد في العالم تنقرأ في كليات العلوم السياسية هون. لا أستاذ أحمد عيسى يدالي، أراني الراعي فيك، طلعت وكتبت مراسلون بلا حدود،
حقه صحيح، ما قال ما قايلينها ارسل. عساوي اليدالي هذا هو الى عثماني غالط لشارجي دي ميسيون في وزاره الثقافه، اللي كان مكلف من ضمن ملفات اخرى بملف متابعه ملف حريه الصحافه مع مراسلون بلا حدود. استاذ عسى لين بدو المحور، طبعا اختيرك انا داعيك تطلع عنا وتعطينا شم الاخبار اللي ما هو عندنا. لين بدو اياك ما نصهروكم حتى. نحن هذو موريتان جبرنا حاسي قالوا بير الله نجبر فيه ياسر من الغاز، وجبرنا حاسي قالوا حميم بيننا نحن والسينيغال. هذو الحسيان الاثنين بير الله لنا نحن 100% متحكمين فيه، والاخر بيننا نحن والسينيغال. عدلنا اتفاقيه رباعيه من ناحيه نحن والسينيغال، ومن الناحيه الاخرى ان كونسورسيوم في بي بي وكوسموس. كوسموس هي اللي جبرتوا بها للماء، كانت هي اللي تلوت، ولين جبرتوا هو الكميه هائله تلمها هائله ما شاء الله اللي ما عندها لها شيء كوسموس من صغار الشركات. وقاموا وقالوا انهم فرض عليهم يلودوا الشركه كبيره بين اللي قالوا لنا نحن لا اما تستثمروا انتم الفضه تعطوها لنا ناخذوه. قلنا لهم ما هي عندنا، قالوا لنا لا نلودوا الواحده من الشرايك اللي قال لهم لي ميجور. لي ميجور هذو الشرايك بطرن الكبارات، جعلينا زمن هون هما سبعه في العالم، جعلينا زمن هون منهم خمسه في موريتان، برك ما ثلاث منهم ما هي بي بي. هذو الشرايك هما اللي عندهم من الفضه اللي قدوا يستثمروا مليار ولا اثنين من الدولار. بي بي هذه مثلا ارباحها في خليج المكسيك للعام الفايت 8 مليارات باط من الدولار. ياك نعطيكم باط ذكرى عن ضخامة المشروع. قالت لنا كوسموس، وكوسموس علاقتنا بها جيدة وثقة وغلظة قاع علينا، قالت لنا عنها لا تمشي تلود الشركة. وخليكم بينهم اتفاق كوسموسية وبي بي، وبموجب الاتفاق قامت قاع بي بي وقبضت مدير كوسموس وداروه هو رقم اثنين فيهم. وسيناو معانا اتفاق تقاسم أحمية، اتفاق على 30 سنة، لا هي نستفادوا نحن منه السينيغال ولا هي تعود كوسموس حاضرة فيه بها اللي عندها نسبة ما هي كبيرة حتى، والمخاطرة المالية اللي ما هي قاعدة أكبر من قدها حتى اللي يتعدلها بي 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 اللي هي اللي لا هي تستثمر الفضة. من الطبيعي أنها لا تخلص من المستخرجات، الغاز لا ينباع في السوق العالمية، الفضة اللي لا تدخل منه مسبقة فيها بي بي، غير ملي ما هي لا تخلص 100% وتقول لنا نحن فيكم 10 عمام ما خلصتوا لين نخلصوا نحن ديننا. لا هي تبدا كل عام تعطينا شيء من الفضه، وعام ورا عام لا هي تنزاد قرعتنا نحن والسينيغال. وحسب اللي كان متوافق عليه في بدايه الاتفاقيه عن نحن والسينيغال نتقاسموا 2.5 مليار من الدولار كل عام ابتداء من عام 2022. يعني المداخيل السنوية للخزينة الموريتانية 1.25 مليار، اللي هي 1.25 مليار دولار بار ان، هو اللي كان يلتنا احنا نجبر منهم. تأخرت القضية بها للمحطة العائمة حسب اللي شرحوا لي المهندسين، وانا ماني مهندس. الشركة اللي كانت متباركة معها وشركة عندها علاقات مشبوهة مع شركة بيبي، وهذا شرحه لرواقيج على أعلى مستوى في وزارة البترول الموريتانية. قالوا لي عن الشركة هذه، عنها كانت بينها علاقات مشبوهة مع بي بي، وعن الشركة عادة لا ينتج بار مشاكل مادية تقوم بي بي وترانفلوها تقول تزيد لها فضلتها إلين ما تاوقادين لها على الشي قاموا وبدلوها. والسلطات الموريتانية والمهندسين الموريتانيين لهم ياسر يقولوا لهم وفاوا عنا من ذي الشركة وقلنا شركة أخرى، عدلوا مناقصة وقبلوا شركة جديدة. من الطبيعي عن ذيك الشركة اللي هي تبدأ من جديد، تأخر المشروع هذا التأخر الأول. التأخر الثاني يرجع لتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، اللي المحطة اللي لها تجي حصرت زاد هي في الطريق بها الحرب. القضية الثالثة عن كوفيد، لين جا كوفيد تأخر ذا كامل، إلين تأخر ذا كامل بسبب كوفيد شخلق. لا تنسوا الرقم اللي قلنا لكم قبل، 1.25 مليار دولار. قالوا لنا بي بي، قالوا للحكومات الثنتين الموريتانية والسنغالية، تموا لا يقولوا لهم نحن عندنا المشاكل، نحن المشاكل لي كو اونت اكسبلوزي، ستادير عن التكاليف عنها
ما تلات نهائيا هذا اللي كان ينقال لك ساعه، وما كان يقول لهم لا هي يستثمروا 3 مليارات من الدولار بالمشروع كامل على 30 عام. ذيك 3 مليارات دولار تم التنزاد تم التنزاد تم التنزاد لين عاد 9. وحصة كل دولة، حصة موريتانيا والسنغال تم تنقص 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 لين عقب عادت أقل من 100 مليون دولار نتقاسموها. يعني حصة موريتانيا حسب اللي فهمت بين 33 مليون دولار و 50 مليون دولار. ها افتنت انها قسمة نضيزة، ها متوافقين انه ما هو هو اللي كنا متوافقين عليه في البداية. جانا نحن هون ماكي سال اخر في نهاية مأموريته جابر مع ولي الغزواني اللي تقالوا ما تقالوا، نقول لكم بعد ان لحقنا نحن من الاخبار عنهم سابق ذاك قاع راهو ولي الغزواني علم بالاخبار، وراهو جاب تفرديل شوي في اس ام اش اللي هي الشركة المسؤولة عن مراقبة حصتنا نحن. ياسر من المسؤولين اللي فيها داروا في بلاي اسمامهم البلايص اللي كانوا فيهم، وجابت ادارة جديدة. ولين جا ماكي سال المولي توافق هو هو، ويبدو هذا طبعا كامل لا بالنسبة للجي تي اللي هي حقل السلحفات بير الله معناتنا تكلمنا عنه. الكلام اللي اشترك ماكي سال والغزواني ما هو متباعد مع الكلام اللي اشترك ماكي سال وبشير جمعة فاي، معناها ان التحول اللي خلق في السنغال سلس ولا اثر على هذا الملف. ونحن طبعا ما زلنا عندنا نفس الرئيس ونفس الجهات المسؤولة عن الملف. شخلي توافقوا الزعماء الاثنين رئيس موريتانيا ورئيس السنغال توافقوا عنهم يعيطوا المكتب تدقيق تونسي بيرو دوديت ياك يدقق لهم في التكاليف. كوسموس تجي معناها باطل بي بي تجيب فكتيره وتقول نحن زقلنا ما هو كذا نحن زقلنا ما هو كذا نحن زقلنا ما هو كذا. المسؤولين الموريتانيين المسؤولين السنغاليين المسؤولين الموريتانيين اللي اسمهم نقزوا الغزواني المسؤولين السنغاليين اللي بعضهم نقزوا مازال واحده منهم لا ينقزوا كانوا اللي هذاك اللي ينقال لهم يصرطوه بزاخبو لا ما يحقوا فيه قد يعود ما يعرفوا قاعد التحقيق فيه وقد يعود هم اللي ما هو قاعد كبار عندهم من قد له مهم عندهم مهم بعد عن الثقة ما تلات فيهم وعن خلق تدقيق. نتائج مكتب التدقيق لين جات للسلطات الموريتانية يبان بدأت أزمة ثقة بين موريتان وسنغال من جهة وبيبي من جهة. وعندنا دليلين على ذي المردة. الدليل الأول عن موريتانيا والسنغال من جهة طلبوا من بيبي إعادة مفاوضات على ضوء نتائج مكتب التحقيق. الدليل الثاني ولا هنجول بير الله بير الله حاسين نحن ما بيننا حد ما هم أنا متقاسمين مع السنغال أنا متقاسمين مع أحد. وحسب المعلومات الأولية عن المعلومات عن الكميات اللي فيها عنها أكبر جدا من اللي في جي تي آر. أيوة يوم 30 يوم 29 ابريل الماضي اللي هو الاسبوع الماضي يوم 29 الساعة 0 في الليل فرغ كونترا اللي بيننا نحن مع بي بي عنهم كانوا يعدلوا دراسة جدوية. طلبت بي بي من موريتانيا عنها تزيدها بثلث عمان يكت تعمق الدراسة. قالت موريتانيا البي بي عنها ما تلات متعاملة مع علي عنا نحن البير بي بي ينساوه يركزوا لهم على جي تي ا وبيرنا نحن اللي ينقالوا بير الله ما تينا متعاملين مع بي بي في لاهي نمشون لودوا لمدة أخرى إياك نتعاملوا معها في إياك استخرج منه قاص. هذا دليل إعلن موريتاني عنها ما تلات بين واثقة حتى في ذاك اللي تعدل بي بي ولا تات واثقة في ذاك اللي تقول لها. وعادت جي تي ا ما عندها لا يتواسي عندها عقد على 30 سنة ولا لا تقدر تنسحب منه ما هو بياسر من التكاليف. ذا الأخر بعد اللي القانون رادونا نحن ما تنا متعاملين فيه. هذا دائما كلام الناحية الموريتانية كلام بيبي ما عندي عنهم ما عندي كلامهم. وقطعا عن بيبي عندهم زادهم الشيء قد يقولوا وأنا قاعد ماني مهم حتى عند بيبي ويغير نعرف أنهم زين فيهم يعدلوا يقدوا قاعد لي عدلوا حق رد والله يوضحوا للرأي العام الموريتاني يوضحوا له ذاك اللي ظاهر لهم وجهة نظرهم هم. هذا ما يتعلق ببيبي. نقيسوا هي نجاح فعلا الموريتاني رفضوا التعاون مع بيبي بالماضي ما زلنا متعاونين معهم لا في جي تي ا وجي تي ا ما عندنا قاع الاختيار فتنا عندنا نحن وهم لام
وخالقنا اللي أنت مو أهلا وخيرت فاتيس الله اللي وني وخيرت وخيرت لاني وفا إن شاء الله تعالى البث ندور تلفن لي وخيرت كبيرة بعد حسبي الله ونعم الوكيل. مهم لانجيس هو المدخل والله باطي لانجيس ودازيما تم الثاني من سهرتنا الليلة وأسف جدا بي اللي هذه المعلومات ياسر منها ولجت له بالفرنسية والله الإنجليزية اللي ماني متمكن منها وياسر كاتب شيء منه هنا تياه عندي ونختار ونترجمه في نفس الوقت براسي كان نقدر نديره في قالب عربي والله حساني ومصقولة هو البيع يقدر يعود فما تياه شيء من السلاسة ما هي خالقة. الشركة اللي قبلت بير الله ما عاد قبلت شركة ما عاد قبل حد لانجي صدرك مالي أنا ما غالي علي الكلام في الشأن الإقليمي بي اللي نعرف عن الدول المجاورة حساسة وعندها سفارات هون وطارحة البال اللي ينقال في موريتان يغير نعتبر مولي في نفس الوقت عن مالي عن هذا اللي يخلق فيه عنده تداعيات على الشأن المحلي وأنا الشأن المحلي ماني مثلا داركتي منه ماني تاكلها على حد مالي عند قدر من المشاكل البنيوية ذيك المشاكل عدلتها عنها كيف جميع الأنظمة الشمولية لين يعود عندها مشاكل داخلية تعود تختار تخلق مشاكل خارجية يكتسهل الرأي العام المحلي عنها وتكونسوليدي لفران انتريير يعني تعود تختار الجبهة الداخلية تعود موحدة وتعود يا أخي العزيز جاوبني هل سيكون الغاز عوائد تكلمت عنه في بداية لايف نحن كنا منكفرنا بمليار ومئتين وخمسين مليون من الدولار للعام وماركات قالنا بالسيف لا يتجبروا 40 مليون معناها أن عائداته محمودة المولانا ولا إن شاء الله قاعد يعرض السوق به اللي مشكلته عنه قد يعود عنده قاعد تداعيات بيولوجية على الحوت مشكلة قد قاعد ما وفعلنا لا ما نجبروا غاز ونفقد الحوت. المهم عن خوف قاطعتني أنا قاعد ما كان يلتي خرص لي كومنت إيش كنت نقول لا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعنا عني بدأت نتكلم عن الشأن المالي قلت باط عن ياسم الأنظمة الشمولية عن مهم عندهم يمتنوا مرسي مالي يمتنوا الجبهة الداخلية وذا هو اللي بيهم دائما يسوقوا مشاكل من الخارج وهذا بعد اللي نقول ما هو قاعد يدافع عن فرنسا نعرف عنهم لين بدوا المشاكل عنهم أول حد قاموا هاجمين عليه فرنسا قطعا عن فرنسا ما هي غالية في أفريقيا ثلاث وذا هو اللي بيهم نجحوا في العملية الأولى سياسيا وإعلاميا يغير ذيك الورقة انتكلت ذاك الملف ما تلاوي قد يتموا لا دافعين على فرنسا لين بدوا لهم مشاكل جديدة مشاكل بنيوية عميقة باماكو مثلا عيادة تطهير ضمن السوايع مقطوع عنها كرة ما هم وليد الاستاج ما هو كيتون ينقطع عن الكسار يتم تفرغ زينة والله ينقطع في الرياضية يتم دار النعيم وينقطع أنكار دار ساعة ساعتين لا هذا ضمن السوايع عن جميع أحياء وجميع جهات العاصمة باماكو شركة سوملكهم تسال فيها شركة مانانتالي 90 مليار فرنك إفريقي اللي هي 137 مليون يورو اللي هي تقريبا 60 مليار أوقية قديمة تسالها فيهم ما عندهم باش يخلصوها معناها أنها لكن الفشل عادت لود المشاكل منها مليون فهم فرنسا رصفوا على الجزائر الجزائر الصماية بسيطة غير نحن نعرفوا عن الجزائر عنها الهجوم على اكثر قال لي رجاجه اكثر من 22 ساعه كل يوم كارثه الهجوم على مالي ما هو طارح عليه مشكله غير الجزائريين يتعاملوا مع الامر بحكمه ولا كيف اللي عدلنا نحن ومزنا جايين قاموا امنوا حدودهم ولعبوا على الجبهه الداخليه مثلا احتواوا الامام ديكو واحتواوا الضباط اللي تابعين للامام ديكو ودخلوا في الصراع الصاشن الصراع هو صراع سلطة بين الرئيس المالي عاصمي غويتا وزير الدفاع اللي هو الكولونيل ساديو كامارا كولونيل ساديو كامارا هذا ما هو بسيط هو رجل فاغنر القوي ورجل روسيا الاتحادية القوي
ولا تستسمحوا لي شوي عن كلمة فاغنر بها اللي فاغنر قاع ما تتخالق من ساعة مات يفغيني بريغوجين ديك ساعة لين هم يهجم على موسكو وعقب مات ورا ذاك في ظروف غامضة بدلوا اسمها ذاك اللي منها في دونباس وفي أوكرانيا وذاك اللي منها في سوريا عاد تابع مباشرة المكتب نائب وزير الدفاع ذا اللي منها الصلي إلى في إفريقيا كيف سنتر أفريك والسودان وليبيا ونحن ما هو نحن بعض مالي عاد ينقال له الفيلق الإفريقي يقولوا له أفريكا كورب وأفريكا كورب هذه إذا قيل بها اللي كانت تنقال للفيلق الإفريقي اللي يقوده الماريشال روميل وأحد كبار ضباط الرايش الثالث لتروازيم رايش بألمانيا هو اللي اجتاح حكما إفريقيا الشمالية وعقب نغلب في معركة العالمين الشهيرة غالبه ضابط إنجليزي ينقال له مونغومري. المهم عنها ما تنقالها فاغنر هذه ينقالها الفيلق الإفريقي يغير لا هي ما يتابع لوزارة الدفاع هي الزر منها اللي شور سوريا وأوكرانيا تابع لنائب وزارة الدفاع الزر منها اللي هنا تياها عاد فيلق فيلق من تابع للجيش تابع لوزير الدفاع ذاك اللي ينقال له شويقو تابع له مباشرة ويقولوا له الفيلق الإفريقي هو اللي في مالي رجل روسيا القوي في مالي ما هو عاصمي غويتا وزير هو وزير الدفاع اللي قال له ساديو كامارا ايوا ما معنى كلمة فاغنر فاغنر تنقال ان كومبوزيتور ما هو فنان غير موسيقار كان يعدل الموسيقى الكلاسيكية نديرو على ويكيبيديا يدور يطلع له دونك هو رجلهم القوي المشاكل بدوا لين جا السلاح لمالي السلاح المتين الثقيل اللي جاي من شور روسيا هما رجلهم ساديو كامارا قام الرئيس عاصم غويتا قال عن ذيك الأسلحة عنها لا تعطى الوحدات بالجيش يعرى هو عنهم عندهم الولاء له هو قام وزير الدفاع هو اللي عنده يا أخي المرأة الخال هي اللي عاد تابع لوزير الدفاع الروسي والله نائب وزير الدفاع الروسي ذا قاع أهميته شنو قلنا لك عن الفيلق الإفريقي تابع مباشرة لوزير الدفاع وعن ذاك اللي شور دونباس وشور الأوكرين وشور سوريا عنه تابع مكتب نائب وزير الدفاع خلونا نتخطاها هاي النقطة بها اللي قاع ما هي حتى مهمة اللي واحلين فيه ولا يطول للايف وأنا بس نختار نطلع ضيوف ونطلع عمالي مع الصباح قلت الموضوع مالي قد يعود معقد شوي وأنا ماني عاتن عليه معناه نمونك لي نعود مركز شوي المهم عن القوم الاثنين متضايقين هذا اللي قال له وزير الدفاع اللي قال له ساديو الكولونيل ساديو كامارا هو رجل روسيا القوي ومقرب جدا من دوائر الحكم في الجزائر وغنيين عن القول عنه وعنه حليفه الإمام ديكو وحليفه الآخر قائد الأركان عتنوا على السلاح عاد والرئيس مخلع منه الرئيس مثلا ما يبات في القصر الرئاسي بات شور كتيبة كاتي وفات طلب منهم عنهم كتيبة كاتي عنهم ذم وحدات هو ما هو واثق فيهم عنهم يمشوهم عنه ولا فات وعدلوه وفات حاول يعدل عملية تقليم أظافر لهذه المجموعة اللي هي قائد الأركان ووزير الدفاع قال عملية تقليم الأظافر قام اللي هو أسيمي غويتا وحبس صاحبهم اللي هو مدير شركة سوماليكوم هم اللي ماني مستحضر ذلك اسمها حبسوا داروا في الحبس وتو والحرب مبينات مثلا الصراع مبينهم محتجم وكلهم ضركات يا متبارك كلهم ضرك متبارك يجمع الإمام ديكو مرجعية روحية كبيرة في مالي كلهم متبارك يجمع المال والسلاح ويعد رجالته وقطعا عن القضية ما قلت تستمر بصفة هذه عنهم واحد منهم لا يكحز الآخر لا حكما كيف اللي بين
عبد الفتاح البرهان هو وحميدتي شورى شورى السودان، واحد منهم لا يخلي الاخر الدولة. انتو هذا هو اللي خالق راكب مالي. مالي صمت بايلين فاتت رصفت على الجزائر، رصفت ام اللي ضركاتي علينا نحن. اياك يا كانها تسوق مشاكلها خارجيا، وياك يا كانها تعود بينها لارك ديقة هي وموريتان، وياك تعود فمات اياها جبهة داخلية مهم عندها الهجوم على موريتان. الله اللي مولانا عن حتى الآن عن الرجال اللي عندهم الأمر في موريتان، عنهم اللي قرارات اللي قاموا بها عنها قرارات جيدة جدا. وله غريبة به اللي محمد الغزواني كان على ليتا ماجور، وكان على إدارة الأمن، وكان على المخابرات العسكرية، وكان وزير الدفاع، ولخمس عمانة حكما رئيس الجمهورية. وزير الدفاع حنان أول سيدي كان مساعده هو في قيادة الأركان، ومنها مقاس لا فورس كونجوانت دي جي 5 سايل ذيك اللي كانت في سيفاري، ومنها مرجع شوربا ماكو، ومنها مرجع الموريتاني وعاد وزير الدفاع. مخابرات الخارجية عليها الجنرال براين فال والشيباني. براين فال هذا عاد على ياسر من الحاميات الموريتانية للحدود، ولي نرجع هون هو براين فال والشيباني ذاك اللي كان قاعد حنن في لقاء الأخير مع أسيمي غويتا. كان براين فال سابق يعود على بيد، كان على كلية ورجعته من الحاميات للحدود، وسابق يعين نهارات على بيد، كان على كلية دفاع الجيسينك ساحل، وعنده علاقة جيدة بياسر من ضباط المنطقة شبه المنطقة والضباط الإماراتيين. معناه أن هذا الثالوث عليه طبعا قائد الأركان عنهم تقد تنتكل عليهم القضية جنرالات الشراويط. طبعا بسيط أن رجاج يقول جنرال الشراويط والله جنرالات كليماتيزارات والله أنه ويغير. شفت الجنود اللي على الحدود أخي العزيز شمن للسولداء ولي زوفيسيه ولي سوزوفيسيه، الضباط الاعلون هما اللي لاه يتخذوا القرارات اللي على ضوءها لاه يتحركوا الوحدات. الين يعود الضباط الاعلون اللاش من جنرالات الشراويط جنرالات كليماتيزارات، انتم ونحن متباركين معاهم في الراي العام، الين يعودوا ماتهم محترمينهم، الين يصدروا قراراتهم للوحدات، الاوامر ما هي لاه تنفذ. وهذا ما هو في مصلحه موريتان. احنا قاع قبلنا عنهم جنرالات الشراويط، ما زين علينا انتم نقولوها بيها اللي انت اللي تقول لهم جنرال الصراويط. لي تمشي انت تقعد في ليتا ماجور، والله لي تمشي تقعد في بيت، والله لي تمشي تقعد في ليتا ماجور بارتيكولير دي بريزيدون دو لا ريبوبليك، وعودوا الترك اللي شور مبيكت الحواش يحانوا الاوامر، وتعود انت هو اللي قاعد ماتي. يعني احنا عندنا رجاله هما اللي متكول عليهم مارك امن موريتاني، هما اللي على ضوء المعلومات الاستخباراتية يقبلوا قرارات ويصدروا أوامرهم للجنود والضباط وضباط الصف، وذوك الجنود والضباط وضباط الصف عليهم لا الطاعة العمياء. معناها فعلا لقيتي تهبيط الهمة ما هو صالح، وخصوصا في هذا التوقيت. ماذا وقته حنين لين نبقى وحدنا ونعود ماتين متضايقين مع مدة، أرانا نقول لهم اللي نبقوا نقول لهم. اسمع هذا فيما يتعلق بالملف المالي، ماني قال عن هماتيات شتيت قد نضيفه. اللهم إلى عاد حنشوي كان جانا حد من الضيوف سالك. هوب سالك ذا كله يطلع لو خالص سالك جينا. اللهم إلى عاد نحن ماركاتيها جايتنا زيارة. أهلا وسهلا. يا مرحبا واخير سالك. حسن كيف الحال؟ سالك انا ما توفيت من ملف مالي لا هنا ختمه ولا هنا اخير بيلي نختار قاعد تعلق لي عليه، ولا نجلس مباشره حريه الصحافه والانتخابات. ما عليك هاي قلت لا تمشي نقبل اخباره، ولا انا مختص فيه، ولا انا اعرفه والله خبير فيه ما ندخله. انا نعرف عنك ضرك عنك عندك واجب التحفظ أنك ما تختار تعلق عليه. هذا هو اللي بيه لين أختم بجملة واحدة ونعود ندخل في حريص الصحابة. كنت أقول لمتابعي الصفحة الكرام عن موريتانيا ضرك عنها جايها ناميران قال له روبير باور، وسمعت حد من الصحابة يقول له روبير باور وضحكتني. حتى هو ما هو أميرال مولي ما هو جنرال، هو البريزيدان كوميتي ميليتير دو لوتان، يعني قائد اللجنة العسكرية الحلف شمال الأطلسي ضرك فنواكشو. شخصية مهمة جدا. موريتان
لقاو له اللقاء اللي جمعوه اللي مشاو لموريتانيا، مشاو له جنرال قال له محمد فالو للرئيس، كان هو المسؤول عن عتاد الجيش، رجل ما عنده مشكله غير رجل مكاتب، رجل اداره، ما هو رجل ميدان، ولا عنده خصوصا علاقات بحلف شمال الاطلسي، وهو ركاتيها قائد الاركان المساعد. حسب رايي انا هذا هو اللي خلق، حسب قراءتي انا عن الحكومه الموريتانيه عنها، قصدت عنها تمشي له حد في رتبه ما هي مرتفعه جدا، ياك ما تنعت ياسر من الحفاوه بحلف الشمال الاطلسي، لعل ينشك عن حلف الشمال الاطلسي عن اللي يعدلوا معاه اتفاقيه، ويعود ذاك طارح مشاكل الفاغنر ونعود نحن لين نعودوا ان تياتر تتقاتل فيها الروس وامريكا. وهل مولانا كان من باب باط الدبلوماسيه كان قاعد يمشي على رقاش، ما هو قائد الاركان ما هو وزير الدفاع، ياك ما نعتلنا مرحبين به، فكان قاعد يمشي على رقاش، عنده على الاقل اخبار عن الدوسي اهم العيل ما يوفى في قياده الاركان هماتي، مثلا حماده البويدل اللي ابن عمره في ممثل موريتاني شورى حلف شمال الاطلسي ويتكلم الانجليزيه بطلاقه، من هذا جاي من هولندا، كان قاعد يمشي له حد يعود قاعد يخاطبه، ما هو لا جنرال ياكي قاعد يحداه بالصوره يا غير ذا، ما هو قاع اكبر من قده حتى ذا باط هو ولي هو ذي المعلومات. المعلومه التاليه اعطاها لي جنرال في الجيش الفرنسي متقاعد، قد كنت انا وباط مشتركين شمل العمل في فرنسا، قال لي عن مجيت يفجيني، ما هو يفجيني بريماكوف وزير الخارجيه الروسي اسمه لافروف، عن لافروف مجيتو هون عنها حرجة موريتان حتى بها لموريتاني ما كان داعيته، انه هو اللي طلب عن يجي موريتان، ولين لقاه الرئيس عنه استقبلوا الرئيس الغزواني عنه عدلوا ياسر من العروض، قالوا عن روسيا مستعده تعدل كلاش وتسلح وتعاون وتعاون وتعدل كلاش موريتان، عن الغزواني عنه لا صنت له بادب غير ما قال له لا، ولا قالوا ما قالوا ملي نعم، وعنهم لين مشاو عن الروس عنهم ما جبروا جواب على ذيك المرده وفين منهم. القوات الامريكيه والفرنسيه اللي انصاعت من افريقيا فر حسب رايي انا عنها واعر اللي يجي الموريتاني عنها اوزن عليها تقيس ساحل العاج بحكم ياسر من الامور ما نختم نطول في ضركاتي ما نطول على ضيفي لا نتوب على سان وترى تروازيم ماندا عاد شيباني وماشي ونحن والغزواني مازال ماندا ويقعد ما يختار يحرج راسه غير حسب رايي الشخصي عن ظرف سنتين من المأمورية الجاية عن الرئيس المقبل يسوى منه أنه فرض عليه أنه يختار بين المعسكرين، إحنا ما نقدر نعود عدم الانحياز ما تلخال، إما نخطروا التعاون مع روسيا ونخلوا فاغنر تم تدخل وتمشي للنعمة وتمشي قاعد للحاضر الغربي، وإما نديروا قاعدة للولايات المتحدة وحلف الشمال الأطلسي في النعمة، الآخر ماني قايل عنه الصح، والمأمورية الجاية لا تعود قصيرة حتى به اللي هي خمس عمان قاعش لأنها قصيرة. بالأحرى المأمورية الجاية اللي نحن نعرفه تصفاق الأخيان ولا لين يجوا عامين منها كلها لاهي تبدأ برتو تلود للرئيس المقبل ونعرفه أنه ما هو لا يعود ولا عاد رئيس جديد عنده مأمورية ثانية لعاد والغزواني نعرفه عنها مأموريته التالية ولا لين يكمل 20 شهر لاهي كلها تبدأ برتو ترقص يلود للرئيس الآخر معاه أن الرئيس والغزواني لين ينجح في الانتخابات الجاية مأمورية ما يخمس عمان مأمورية لا عامين لعمان ثلاثة الأخرين لا تعطيهم الناس واحدة في الحملة. مرسي بوكو استاذ سالك علان، يعطيك صحة وشكرا على هذه المعلومات المهمة استفدت منها جدا. لا الله يحفظك، لكن لا من تواضعك، هاي المعلومات كاملة كانت عندك، انا نختارنا ندخل محور مباشرة مراسل بلا حدود، وراني قال جميع المشاهدين عن سالك زيد ما هو ممثل ما هو ناطق برسمي باسم مراسل بلا حدود، عنه الليلة كسكت مراسل بلا حدود خلاها شور المكتب ما هو متكلم بس إقبال. تواصلوا معي اليوم تواصلوا معي اليوم صحفيين يشتغلوا في مؤسسات عربية وصحفيين موريتانيين واعتذرت لهم بأني ما أقدر نتكلم عن الموضوع بصفتي عن مراسم بلا حدود لأنه الموضوع يتعلق تقرير سنوي وفي فريق والفريق عنده ناطق رسمي باسم المنظمة في شمال إفريقيا وهو مستعد للأجوبة اللي تجي كامله من الزملاء الصحفيين والزميلات الصحفيات. لذلك اي صحفي ولا صحفي عنده تقرير والله يدور استضافه يعلمني ونربط به يعود مع هذاك، اما انا ما قد نعرف هذا واضح. وشوف نحن مغادجين ومراسلين بلا مراسلون بلا حدود من المعروف عنها تقاريرها السنويه عنها تعدلها بناء على تقارير ترفع اليهم من طرف مراسلينهم شبكة مراسلين عبر العالم،
انت هو مراسل هو يغل ما انا متكلمين دي انت من شي ما هو مشحوت ذا التقرير اللي مشيت لهم واللي راك منشور على الانترنت قلت تشرحونا اللي هو عام يغل احنا مغجين عن نقراه. والله للاسف الشديد انا شفت اليوم شباب يعلقوا على التقرير ويقولوا لكم هذا التقرير ما هو دقيق لان الاعلام العمومي مسيطر عليه الدوله وفيه راي واحد ولان الاعلام الخصوصي ما عنده الميزانيات اللازمه ياك يقوم بعمله لان الصحافه تعدل الاعمال اللي ما هي طيبه ياك تجبر مشي من الفضه وهذا كامل صحيح وانا اتوافق معاهم وانا اكثر رجاج نقول منذ سنوات قلت على صفحتي قلت لقاءات المجبر مع المسؤولين في شيء مباشر في التلفزات يقرهم كل فروسهم دقيقه واحده يقراوا التقرير لان التقرير في شق يتكلم عن سياسة تجاه الإعلام في شق يتكلم عن المستوى الاقتصادي وفي شق يتكلم عن المستوى الاجتماعي وفي شق يتكلم عن المستوى التشريعي وهذا كلهم في فقرات توضح ما يحصل في موريتانيا لذلك يا شخلك خلق عنا أنا شخصيا خرص جميع القوانين اللي تم إصدارها من طرف الحكومة الموريتانية من ناحية الصحافة والقوانين اللي تم تحيينها وإعادة إضافة لها مواد جديدة والله إلغاء مواد أخرى وعادة تقرير عن ناحية تشريعية الناحية الأخرى عادة فقرات حول وضعية الإعلام الخصوصي في البلد اللي رجال الأعمال فترة معينة في عهد الرئيس السابق محمد عبد العزيز بدوا يستثمروا فيه لأن عبد العزيز ساعي دور يعدل حرية تعبير وانفتاح وإعلام حر وهذا ولا بعد سنتين ثلاثة أربعة من العمل رجال الأعمال وقفوا فوضهم وعاد المؤسسات تشتغل من جانب تدائم فيها الدين من جانب الصحفيين ما تخلصهم من جانب كراه والماء عندهم مشاكل مع الشركات لأن تماما عالمين يشتغلون ينقطع عنهم كراه ولا ينقطع عليهم الماء وعادوا غير قادرين على أنهم يسدوا ديونهم اللي مستحقة اللي عند TDM وعند الموضة ومؤسسات الأخرى وفي نفس الوقت صندوق دعم الصحافة الفضاء اللي يعطي اللي يقسم على المؤسسات الصحفية في البلد ما هو كافي ياتي يتغلبوا عليه المشاكل وحتى تقع أنه ما هو دور ملي للدولة على أنها تقبل ميزانية تعطيها المؤسسات الخصوصية ياتي تشتغل بيها فهم استراتيجيات أخرى تنقبل ياتي تم تغلب على هذا الموضوع من ضمنها قضية الإعلانات والإشهار و ورجال الأعمال استثمروا في مؤسساتهم. هذا من ناحية ذو النقاط اللي ذكرت لك. النقطة الأخرى تتعلق بعن مراسم بلا حدود. طوال السنة تعدل شيء قالوا توثيق الحالات. توثيق حالات الاعتقال، حالات السجن، حالات الاغتيال، حالات إغلاق المؤسسات، والله العقوبات عليها. موريتانيا الحالات اللي تم تسجيلها السنة الماضية مقارنة بالحالات المسجلة في الدول الإفريقية والدول العربية تعتبر بسيطة لأنه في دول إفريقية تم اغتيال صحفيين فيهم في دول إفريقية تم إغلاق مؤسسات إعلام دولية وتم طرد صحفيين منها وفي دول إفريقية وعربية فيها حال سجناء كيف مصر وكيف تونس كيف المغرب كيف الجزائر لذلك الوضعية الإقليمية العربية والإفريقية مقارنة بوضعية الموريتانية جاءت متضافرة لتولد هذه القفزة الكبيرة لموريتانيا من ناحية حرية التعبير يعني وهذه بعد يا حسن ياك نعطيك حسب تحليلك انت عن نحن قاع ما تحسن فينا الوضع عن الناس الاخرى هي اللي دهورت الناس الاخرى دهورت ونحن تحسننا شوي تحسننا من ناحية عن إلين جا الرئيس عين لجنة لإصلاح الصحافة وهذه كانت بادرة مهمة هذه اللجنة عدلت تقرير سابق تعدله جابرت معي اسم الصحفيين العاملين في الميدان وأنا من ضمنهم كمراسل وأعطيتهم رؤيتي للطريقة اللي قد يصلح بها الصحافة كان معايا محمد شيخ حرمة من صحراء ميديا ومراسل القدس العربي وفرانس فنتكات وكان معايا خليل جاقنا مراسل إذاعة دوتشي فيلا وكانوا معايا مراسلين أخرين وأعطيناهم تصور عن طريقة اللي يلا تعدل ينصلح الحقل في موريتانيا هذا من ضمن لقاءات أخرى عددتها مع جميع العاملين في المجال إلين قدم التقرير لرئيس الجمهورية أنتج عنه مجموعة من المشاريع مشاريع القوانين قانون بطاقة الصحفي المهني قانون
البطاقة الصحفية، الحابة إعادة والله تطوير قانونها بما عاد فيه إشراك المعارضين والشروط اللي تتعلق بالعضو، أن يعود صحفي عنده شهادة في مجال الإعلام، والله مجال قريب منه يتعلق بعمل السلطة، ويعود عنده خبرة من اللي في مجال العمل الصحفي. وهذه القوانين زاده أثرت على المستوى التشريعي، الإطار التشريعي اللي يشتغلوا فيه الصحفيين. أيضا هناك ملي رواية أخرى ساعدت في هذا، هو أنه موريتاني ما فيها صحفي مسجون، ولا فيها صحفي تم اغتياله، ولا فيها مؤسسة إعلامية تم إغلاقها بقرار من الدولة. وهذا هون اللي نوضح للناس، خاصة المدونين اللي يتكلموا عن الصحافة وحرية التعبير، المدونين ما يعتبروا صحافة، والناشطين السياسيين ما يعتبروا صحافة، والناشطين الحقوقيين ما يعتبروا صحافة. الصحافة تنقال الناس مشتغلة في الحقل الإعلام، تشتغل بشكل فريلانسر مع مؤسسات، والله تشتغل بشكل فول تايم مع مؤسسات أخرى، ورزقها ومعيشتها تكسبها من العمل الصحفي. هذا هو الصحافة. المدونين قال ناشطين على السوشيال ميديا، سياسيين سياسيين، حقوقيين حقوقيين. لذلك اعتقالهم وحبسهم في سجنهم، هذا عنده تقارير أخرى تتعلق به، من ضمنها تقارير الخارجية الأمريكية اللي انشرت قبل أسبوعين. مثلا واللي غدا هذا اللي نعتبروه لانسور داليرت ما يدخل في الإطار. الناس قالوا الغدا محبوس، هذا يدخل في إطار المبلغين، والمبلغين عندهم زاد هم تشريعات تعدل لهم، وعندهم مدافعين عنهم، ومنظمات تدافع عن المبلغين. وهذا هو اللي يالتنا نفرق بيناته. المبلغ يلا يعود الدولة عندها قوانين تحمي المبلغين، لأن المبلغ ما هو صحفي. مبلغ قد يعود مواطن عادي، قد يعود رئيس منظمة، قد يعود رئيس حزب، قد يعود موظف، قد يعود عاطل عمل، قد يعود رجاج عادي ما هو متعلم، فهمت؟ هذا يعود عنده قوانين تحميه، وعنده منظمات أخرى تدافع عنه وتتكلم عنه. يا غير مراسلين بلا حدود تقريرها السنوي يتعلق بحرية الصحافة في العالم، والصحافة ظهر اللي عنها معروفة ما تتخلط مع ذاك شيء آخر. يا غير للأسف الشديد عندنا احنا في موريتان كامل عاد كرشمس والعودة، كامل كل أي حد يكتب على الفيسبوك ينقال له صحافي. هو قول لي خالق رواية مهمة، نحن ركاتي نحن جايين من بعيد، نحن قفزنا بثلاثة وخمسين درجة، عندنا رانكنا ماله 33 عالميا عالميا فعلا. هذه باسم حيلة السنة اللي جاية إن شاء الله سنعدله. أنت تعرف النقاط اللي يلا تمدى تشتغل عليهم، وإياك تحافظ على مستواها والله تحسن منه إن شاء الله. جازك بالخير. أنا اليوم نقاشاتي مع الناس ونتكلموا على الموضوع، سواء عاملين في مؤسسات رسمية، سواء صحفيين، سواء ناس عادية مدونين على فيسبوك، نقول لهم عن هاي القفزة، ما هي مستحيلة، ولا هي شيء فانتاستيك يعني ومبهر. هي رواية طبيعية تضافرت فيها كثير من الجهود، فيها شيء محلي، فيها شيء إقليمي، فيها شيء دولي، ياك تخلق. غير التحدي شنو، والعمل اللي لازم شنو، هو عنا نركزوا على عن هذه المرتبة، نحافظوا عليها السنة الجاية والسنة اللي بعد ذاك، والله نطوروا فوقها لين حافظوا صالحك. اعطيني نقاط محددة، مشي عن طريقنا رسالة للحكومة الموريتانية، مثلا قول لهم لا تجي تحبس الصحافة، قول لهم بوليس لا تبطوا الصحافة، نقاط محددة لين وضح لك. اولا اياك نحافظوا على هذه المرتبة، اياك نزيدوا عليها. هذا الإطار التشريعي اللي عندنا والقوانين اللي عندنا ما فات وصادق عليها، والإطار القانوني اللي مازال بعضه مازال في الدرج ما فات خاض، يلطي وخض أقصى سرعة ممكنة ويلطي يطبق. قانون الصحفي المهني يلا يعود الجهات الوصية على الإعلام، وزارة الثقافة والهابا عندهم من الشجاعة باش يواجهوا العاملين في الحقل الصحفي. حد ما في المعايير يسوى إلا قام يعيط ويرصف ويصقي ويعيط، أنت مانك صحفي، بطاقة مانك جابرها. هذا هو التحدي، لان البطاقه الصحفيه اللي تخلق فيها المحاباه ويخلق فيها انه نحن خايفين من يقوم علينا العياط، ونحن خايفين من الناس انتقدنا، ذاك اللي تخسر وليتم المشكله لا خالق، ما يعرف حد الفرق بين الصحفي والغير صحفي. يلا تعود فيها قرار حازم، يلا تعود فهم كريتيريا واضحه للمواجهه، ويعودوا مستعدين للمواجهه، لان الناس ما يسكت خلق واحد ما فيهم المعايير ولا يسكتوا، يلا يعودوا مستعدين لمواجهتهم. هذا الاولى. الثانيه الإعلام العمومي، وهذا مهم. الإعلام العمومي
عاد منتشر في جميع ولايات الوطن، التلفزه والاذاعه والوكاله المتهيئه للانباء عندهم مقراتهم وعندهم صحفيينهم اللي يشتغلوا في هذه المؤسسات، يغير عن يستمر الاعلام العمومي يشتغل بطريقه تقليديه بحته كيف زمن الحكومات السابقه اللي ما تبغي اي صوت يجي للمواطن، ما هو الصوت اللي يعطي لايجابي وصوره الورديه عن ما يحصل في البلد، هذا يتم مراجعته. لانه المواطن العادي يلا يشوف ذاته في التلفزه وفي الاذاعه وفي الوكاله المرتين الانباء، وهذا قد يشوفهم باش قد يشوفهم على انه يشوف سياسي موالي يدافع عن النظام وينعت الانجازات اللي عدل ويسوق له في الراي العام، يغير مولي نفس الشيء يشوف معارض اخر يتكلم ويقول رايه في اللي واقع في البلد. ونحن لاحظنا السنوات الماضيه التلفزه والاذاعه عدلتها، شفنا برامج عبيد استضافوه، شفنا الناشطين السياسيين في تواصل استضافوهم في التحالف الشعبي التقدمي وفي غيرهم وتكلموا، عقب ذاك وقف. هذا يتم مراجعته، يتم تغييره، لانه في النهايه تعتيم نزل مثل خالق. انت اللي تقفل التلفزه الموريتانيه وتقفل الاذاعه والوكاله الموريتانيه للانباء عن المعارضين كاملين يلقسوا في فيسبوك ويعدوا لايفات ويتموا ينتقدوك، ما الله قاعد يقدروا ينتقدوك بطريقه غير محترمه وطريقه غير ما فيها اي احترام للناس المنتقده، يا غير مين يعود للاعلام في التلفزه والله اذاعه ضيف مهما كان حته مهما كانت راديكاليته قدامه صحفي ليعود مضبوط معايير معينه، معايير للحوار، لان الحوار في التلفزه والاذاعه اللي خرصوا اسره فيها تلك صغيرين فيها رواقج كبار مستويات التعليم مختلفه ليتكلم بطريقه محترمه مهما كانت الحده والراديكاليه، يقال الخطاب بعد ليعود محترم. بينما لين يعود على الفيسبوك على صفحته ولا صفحه حد من المدونين ليقول اللي يبقي بطريقه اللي يبقي. لذلك الكفيل حال الاعلام العمومي عن الناس لا كيف حد يزرب على الغربان ما 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 يقدر ما يقدر صح. هذا من الروايات اللي تخلي الدوله تحافظ على مرتبتها. الروايه الثالثه هو التوقف عن استغلال النفوذ لبعض الناس العاملين والله الموظفين الساميين في الدوله، سواء مدنيين سواء صنادره، لان السجن في موريتانيا صحفيين والله اعتقالهم غالبا ما يعود قرار رسمي من طرف الرئيس والله من طرف مجلس الوزراء والله الوزير الاول والله ايا كان، يعود وزير معين والله صندري معين ذقعه صحفي عدل له شيء قال له شيء ما هو راضيه عدل روايه ميزانه عنده يشكي منه والله يامر باعتقاله. هذا استغلال نفوذ وقرارات احاديه هي ما يتحمل النظام مسؤوليتها الفوق يا غير تحت تتحمله، لانك تخليت رجاج يستغل نفوذه ياك يسجن صحفي وانت والنظام هو اللي يدفع الثمن. هذا السياسي والله هذا الموظف ما هو اللي يدفع الثمن، يدفع الثمن النظام والدولة. ثانيا هذا المكسب ما هو مكسب للأغلبية ياك تتفاخر به قدام العالم ياك تقول عن النظام اشتغل، هذا مكسب للمجتمع الموريتاني، لانه اولا مناخ الاستثمار في البلد لا يخلي الناس اللي في الخارج المستثمرين الدوليين المؤسسات الدوليه اللي تستثمر في موريتان يعود عندها القابليه عنها تجي تقول هذا بلد فيه حريه تعبير، وفي العالم حريه التعبير مرتبطه بتطور الاقتصاد والاستثمار في الموريتان. صحيح. نحن عندنا هذه شركه تطوير الاستثمار وكاله الاستثمار، هذه الوكاله تشتغل اياك تروج موريتان كبلد منفتح على الاستثمار من جميع دول العالم ويجلب المستثمرين. ايوه اليه يعود حريه التعبير مرتفعه في البلد، ليعود عامل ماذا بسيط تسويقه بسيط يقارنين تعود تتراجع حريه التعبير في البلد ليواجهوا صعوبات عنهم يقنعوا مستثمرين دوليين وشركات دوليه تجي للموريتان تستثمر فيه، لان هذا متكامل. هذه النقطه. النقطه الاخرى تتعلق بقضيه سالك، يبدو انهم مشكله مع لا كونيكسيون، وشينا عندي حتى بالمداخله كانت قيمه حتى. الو استاذ سالك،
سالك ندي عنك لي تعاود معنا الاتصال باللي الصورة في جي ام، احنا ما تاني سامعينك. اوكي راني شاكر سالك زيد على مداخلته القيمة، مز نختاروا كاع اللي يرجع لنا ياك يوفي، ياك يوفي كلامه، حنشوف كان هو اللي نو ما هو سي با لو. اوكي يدور يرجع، يدور يجبر يجبر كونيكسيون من الطاقة ويرجع لنا. احنا قدمنا لا اخي اخي انا ماني سامح لك اخي حبيب الله، ماني سامح لك انك تقول عن ضيفي عنه عنصري. سالك ليلة كيف تحد جاي داري انا وهو ضيفي وانا نديته وجاني وقعد معايا، ما نسمح لك انت اللي انت بمذاب الله صور انت يعود عندك جار وتقول لي انا حسنا دراك لي تاخر علي شهر الدار تشد معك شي من الاخبار، نجيك انا في الدار يجي داخل علي جارك ويلتها يقول لي الكلام الخاسر. انا ما نرد على راسي ديالي انا المسؤول عني انت، انا داخل دارك انت، حتى سالك طركات اياها، انا هو هو اللي عيط له وانا هو هو اللي استضافته وهو هو اللي قبل الاستضافه وطرحت عليه اسئله وجاوبوا عليه، معاني ماني سامح لحد عنه يستنقص منه والله يقول عنه عنصري والله والله اللي ما اقدر اسبيلك اخي الكريم. طالبك بما انك انت اللي ضيف وجايين اللي على صفحتي انك تسحب الكلمه اللي قلتها. المحور تاعي اللي نتكلموا عنه ظهر مو يعني ما تضروا للرجوع لماليبيا اللي فتنا 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 رجعنا عليه. قلت اساسا اللي يلتم قاعد قلت مازلنا نخصصوا لهم بث اخر. الشق الاخير اللي كنا نتكلموا عنه اراعي السالك. شوف اللي عاد يطلع راكو جاي سي بون مرحبا الحسن. اسمح لي كونيكسيون هذا الانقطاع كنت متبارك تعطينا النقاط اللي يالتنا نشتغلوا عليهم ياك نحافظوا على هاي وي وخلق نقطه بعد انا نختارك لا ما تنسى تقولي على اخلاقي انا انك تطلب من البوليس انهم ما تلاقوا يطرشوا الصحافه بلي شفت قبيلات يا فيديو على صفحه صديقي وزميلي واخي الغالي مصطفى الندى من وكاله الاخبار المميزه واخذ فيديو من واحد من البوليس قيم واحد صحفي معلق قالته ومصورته قال سو درع انا اثرت فيها حتى ما تمنكت فيها. بس سالك الكلام لك يبدو مشكله كونيكسيون لا ما زالت خالقة. قالك ما ذماء وما ما تصالح. والله سالك صحفي متميز واشتغل بعد على راسه عصامي واشتغل على راسه وقرأ واجتهد واشتغل المكان اللي فيها جاء قال على براسه. للأسف الشديد ما 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 لسه في شديد كونيكسيون ما يسامح عن السالكي يوفي علينا في كرتو. المحور قبل الأخير وكان وراها لا قضية حرية التعبير، المحور قبل الأخير كان الانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسية ما نختار قاع نطول فيها حتى نختار اللي نقول عن هذه حالة الإجماع اللي خالق هذا الزمن يدعود واحدين ما هي قاع منكفيهم عن نشوف كان نختار اللي لا نعطي فرصة للسالك ياك يوفي ذكرته. أستاذ أحمد والله مستعد لا وهاي يا أخوان التليفون يا حماد حتى ينحمر راسك عادي عادي بيها اللي اليوم الدور تعود جاوك ياسر من التهاني أكثر شيء هنا لا النظام و الناس اللي مهتمه بهذا ياك تجبر اهداف سياسيه تسوق ياك ما هو المهم تقول ياك نختم وتعطي الفرصه للضيوف الاخرين. حني نقول على عبد حني استاذ سالك تابع اللي نقول على عن
هذا على هنا عن وصول لهذه المرتبة ما هو شيء مستحيل، غير الصعيب عن نواصل فيها وعن نزيد عليها. ولذلك مشجع الجهات الحكومية الرسمية اللي وصية على الإعلام على عنها تزيد من العمل على القوانين، تزيد من الحرص على عنها تتفادى أي شيء يقدر يعرض الصحفي للاعتداء ولا للاعتقال ولا للسجن، على عنها تطور من المستوى المادي للصحفيين العاملين ومؤسسات الإعلام خاصة العمومية، على عنها تفتح الإعلام العمومي قدام المعارضين والناشطين الحقوقيين ياك يتكلموا وياك هذا البعبع اللي خالق عن ذم اللي تابوه ما يناقشوا على وسائل الإعلام العمومية يقفلوا دونه، ياك ما تم كل منظمة دولية والله كل جهات خارجية تشتغل على مجال الحريات وحرية التعبير وحرية التعددية، على عنها تعدل تاش علبة على 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 أي نظام جاء الموريتان. بالنسبة لشفتي من التعليقات فيهم واحدين يقولوا عن سالك باع مراسم بلا حدود، أراني بعتها واللي يبقى يحضر يجيني في ساكو جين بي اس نحضره. أنا بعت شخصيا لو كان عندي، لو كانت ذيك النقطة قابلوني فيلغ نعود طرحت عليك السؤال. الله يحفظك، جزاك الله خيرا، ماني قايل انها تستحق الرد عليها. الله يحفظك، ميرسي بوكو سالك، ميرسي خير. استاذ عبدو، لكن نعرف حالي نو شكرا جزيلا على السانحة وبالتوفيق. الله يكرمك، ميرسي بوكو، خير تبيك. مرحبا عبدو، اخير تستاذ كيفاش بازي بخير؟ كيفاش تكون مصحاب؟ اكسلام، تم السفياس كاع؟ نعم، السفياس كاع. واش ماسي؟ سلامة، خارج بالسلامة الحمد لله. واش هو عبدو تقاعد شوي عن تليفون ياك شووش هكا كامل؟ والله فوالا. ايوا قول لي، نتاع اللقطة اللي انشر المصطفى ندى شفتها؟ والله شفت، ياك زمن حراكنا احنا طلاب في الجامعة. زمن حراكنا فهمنا احنا في الجامعه، زمن حراك كلنا في الجامعه. يساعد تكلمتوا عنه، شفت وقام على عبدون درت عشت كاع مقابلتي مع وكاله الاخبار. ذاك الزمن كانوا فهم نحن حقيقه كان عارف الاعلام نشي لوكاله الاخبار المستقله، كانت عارفه نشي والصحراء بس، وهما لقطتين، واحده لقطه صحفي الاخبار وواحده لقطه صحفي الصحراء بس، كلهم جاه صندري وعدلوا ذاك التصرف اللي شفت. ليلة صاحبي الأخبار هو نورجين صاحبي زميلي ونعرف خيرت به، كان يصور لقطات من الشيطان وهم البرينات وقناة الصوت علينا احنا عند معهد التربويات عندهم، وخالد زميلي الأخر محمد بن عبدوشي عنده لايف جاهم قال لهم يدخلوا حد بعد، قال لهم يدخلوا نقر المعهد وقال لهم عنهم، قال له عنهم هما صحابة عندهم الحق، عندهم يقطوا التفاعلية ويغطوا الخلف الديفر ويغطوا الرأي العام اللي خارج، إلا تبرى مشور وعطاها بنفحة على الرأس وقدم من آخر كي اللي يتعاند مع رقاش جامعة معنى عن ذلك التصنيف اللي شفتها بعد زي عن الصحابة الموريتانية على رأس الهرم عربية وإفريقية، ما نشاك عنه، شاك عنه لا خاص وياسر مشي زاليا مالكي ذو الصحابة الاثنين اللي تكرتك نور الدين هو محمد بن العبدوشي، نفس الشيء تم قمعهم نهارهم مصادرة هواتفهم عند الوقت اللي كانت معدل المقدر عند السجن المرتوح. الله يحفظك، واضح هاي أي شهادة مهمة كشهادة عيان. الله يحفظك، ضرب بليك إن شاء الله تعالى الليل اللي موفق. مرانا مختار مختار معرة شوي على رواية شفتكم قبل كارتو بخبار، لكن من قال بخبار سالي أول بخبار ضيفة كان عاطر إيه شفت أنا أولاً دعم هني في توم هني هو اليوم العالمي للصحافة، كنا إن شاء الله صحفيين متميزين، وأنا كما تعرف مبتدي مجال الإعلام ولا وتو أنا سالك قط جمعني أنا هو لقاء شور الكتلة الثقافية شباب تلفزيون عام دعم شناكم دعوة. شوف إيه أنت عدا تقول رواية تتطلب عن مسالك عنه يجاوب لا أنت الفن عليهم قلوا عنه يرجع لك نطلع. لا والله ما تطلب عنه يجاوب، هاي شهادة الحق. ايوه اخبار، لكن التعليق اللي قبيل اللي شفت واحد ناس عن السالك عن العنصر. اوكي. السالك انا هو جماعه كيف ما تعرف التظاهريه افتتاح مبادره الكتله الشبابيه الكتله الثقافيه الشباب كرارزه، دعيناكم هذه الساعه وقبل تراكم مره في الاحداث معنا. صحيح. ايوه السلام عليكم. حنيت كيف؟
كل امتحان يدورك يلحق تجاني. عبدو حازم العمي ناس بي ابو بكر محمد زميلنا اللي كان معانا في الحمله زي الحمد والله جدا ما في فرصه لا في الكاتيار عندي مدي زيدان روايات في الوقت لا بد من ارجع لها ولي كل انا ماشي بيس من راسه وعد الواسط شوف انت خالد جزاه الله خيرا وين عاد راجع قلت حالي وقال لي عني والله على رقبي تعاون شديد الاسلاميه اللي تبي تخلدو راك انا هو ياسر شي في الطريق ومعرض عليه عن شخص متميز واعلامي متميز حدث معاه استفاد ياسر الشديدي قال عنه في الموقع انا اتقطع فزوا عني انتبهت وياك اللقاء واستفدت معاه ياسر استفدت من ياسر شكرا من يرمي الوقت انا والله هذه مولانا عن ذنه عنه عادي رجال عنده ياسر من المتابعين وعنده مسؤوليه كبيره هو ممثل مراسل بلا حدود موريتان طبيعي وصحف استقصائي طبيعي يعودوها مرواقي عاجبهم كيف تاكنتو كيتيان وطبيعي مولين يعودوها ماتيها واحدين دافعين عليه عادي كامل وسالك سالك هو اول حد يفهم ويفهم عنها ضريبه الشهره والتمعين ما يكبر من قد غير بعد ذلك قطعنها زين الله يحفظك مرسي عبدو الله يبين واتساب دكتور بنك صف ان شاء الله تجاني يا وش حالك يا قباس ما شاء الله تجاني اليوم يوم حريه الصحافه معنا قول تبقي حريه الصحافه والله حقيقه بالنسبه لي انا تجاني وان بالنسبه لي انا تجاني وان نختار نقول روايه هون دائما نختار نختار ده حق للصحافه في موريتان قص صوت التلفزيون شوي نختار نوصل للصحافه في موريتان عنهم يالتهم تم يخشوا شارع الرياض وجميع الأماكن في نواكشوط وجميع الولايات يمشي لود معاناة الشعب الموريتاني هذا هو الدور الصحافي نحن إلى تكلمنا يوم عن يوم حرية الصحافة قالوا هم نحن مولي الصحافة يأتوا مولي تناطل الحرية ما هو الصحافة وحده تناطل الحرية للمدونين تناطل الحرية للشباب يوصلوا الرسائل نحن مشكلتنا عدم سبب اللي خلى موريتان ما قدر يتقدم وموريتان ما قد يعود دول ليك وقد يمشي للامام، نحن عندنا مده دار بيننا نحن والحكومه الحاز ايش يقولوا عصريه بين مجبنا دائما حاجز داروا بينكم امير سيباراسيون عن ترنوع وعاد نحن اليوم ما قد نوصلوا اي رساله واي يسوى شنو الحكومه والله اي حق عنده علاقه بالدوله كان قد نوصلوا المشاكل للشعب الموريتاني. شفت انا نهار هون عدت بقاع في قناه موريتان كنت ياكم اللي توخوا ساق برمضان دورت سمعت بي داخل قضية داخل لقاع نتكلم عن قضية المخدرات اشتاي لقاع أنا وصلت فيه ياسر من الرسالة وصلت فيه ياسر من معاناة الشعب الموريتاني صرت هاو الشباب قلت معهم مسجونين في حبس الدار نعيم اللي عصرا يالتهم يعودوا يكونوا في نقر السجن عندهم المدارس التكوين وعندهم يعود عندهم ودي مدارس يعلمهم القرآن الكريم ومدارس يعلمهم التكوين كيف صناعة البيبان ومزرعة وياسم الشي يعود هاو الشباب اللي مسجونين نغر حبس دار نعيم إذا خرجوا من حبس ويعود عندهم اللي يكواها مهنة قدوا يشغلوا منها من جديد فهمت ولأقول بي أنا دوري أنا هون شفت دائما نتكلموا عن حرية الصحافة نحن مشكلتنا قاع عندنا قنوات وعندنا تلفزيون وعندنا ياسر مشي قم هاو القنوات بيتخرص اليوم يلي وخوة داش من مسرحيات موسيقى وحوارات شي من كولة ما عطوا دور الشباب الموريتاني عندهم فكر كي نحن هاو دي عندنا ما شاء الله ياسر مين فكر ونختار وصل الرسائل وعندنا قاع مشكلتنا احنا قاع شتنا احنا اليوم انت تم جدي تم سريع وتقول شي جدي انا شفت حسن صليت شفت انا ياسمين ناس شاكني اني مجنون نعم انا هاي نعم هاي شفت هون واحدين اليوم يوصلوا للحكومة الموريتانية في دورهم ترى شنو هم ما يمشي يوصلوا للحكومة الموريتانية عن التجانون اعقل بالنسبة لهم ماشيين يجمعوا المعلومات عن التجانون فويسي وزويقي انا هاي قدود شاب صغير شو انا هاي قدود شاب صغير ونوحك نجوع في تيك توك وعندي ياسمي سيد كومودي عندي ياسمي فكر تفيد الشعب الموريتاني وشفت هاي اللقاء اللي يقول احنا نتوخى اسبوع ما ادري ما يقطعوا يدي قلت انا ليه تصنت ويعرفوا هم الناس بكيافي قوه تلفز موريتان ومدير تلفز راسه اللي ما عرف يدي التالي ما عرفه مدير الدكتوره سنيه مسيدي
مهم هي أول مرة في التاريخ قالوا نحن أول مرة نجبروا لقاء مش شاب موريتاني صغير كيفك أنت حقا قاعد ما كنا شاب فيك إنه مفكر وصلت رسالة وهم روسهم قاعد ذحوا شتى نحن مشكلتنا الشعب الموريتاني الشباب ما معطي له الدور في قنوات موريتانيا ولا معطي له الدور في الساحة السياسية اليوم مولي ليش خرس هاي دولة مقدمة فيها شو من أشخاص قتل على قاع ما كنت شاكلهم قلت جايين داروا في المناصب اللي يقواها في الدولة فصلهم ورسهم قاع ما عندهم أي فكرة قد يقدموا في الدولة أنت نحن اليوم نخرس الصحة تعاني أنت قطشت مد قابرة مدينة كبيرة قال إنه هذه بدي فيها تقريبا ما أعرف كم من ملايين البشر جاب لها أربع واوات وستة لنا واحدة خلاص ستة لنا واحدة وأربع واوات قلت سقي مدينة نوادي بكامل السقاية بواوات عاد محرمة في نوادي أنا أتكلم لك عن هدية اللي شاب تسمين ستة لنا واحدة وأربع واوات خلاص هاي أعرف نقول لك أنا وراك دين أدر تقريبا أني أنا في الحكومة والله قاعد كشخص اللي يقوى في الحكومة عندي ميزانية فيها من مليارات جالس شني جاي لكم معنا أربعة واوات وجاي لكم ستة الفكرة هاي وصلت هاي اكتب تجاني الفكرة وصلت أي وصلت هاي نفترض تعرف هاي لا رسالة نفترض نفترض يقول شت الحكومة الموريتانية يا تو تصنت نحن هاو الشباب اللي عندنا فكرة نحن ما ندور في ساد موريتانيا ولا ندور تدمر دولة موريتانيا نحن نختار موريتانيا تصرح واضح ليه صنتون شفتنا أنا واحد يقول موريتانيا تجاني هاو مدونين عندهم مشاكل مع الحكومة دائماً ينتقدوها ودائماً ما يقدروا نحن ما عندنا مشكلة مع حد نحن نختار وصل الرسائل ولي صنتونا ليه وصلوا بالرسائل إيه ولي ما يصنتونا ليه نقوم نحن مولي ذات مهمة كنا قاعد مولي ذات مولي أدري أدري لا يقولوا صنتون إيه ودعتك اللي يتجاني مرحبا يا أمي مرحبا نسلم عليك حتى أنا نعرف أنك ما شاء الله شاب طيب أنا قاعد أول مرة نلقاك لكن هار في استاذ حجري كنت عذر إياه أي والله الله هنا خلي لك وراني شايف ان شاء الله ما يعني المتابعين وذاتك الله اوكي يا مرحبا انا مسلم عليكم كامل يرتفيك نختار لينا اعطينا الكلمه هذا مولي عاد الليل انا تلاميذي حانوني مع الصباح ظهر لي مولاني لين اختم به قضيه مالي فعلا ما توفيت منها غير انقطع حبل افكاري والنقطة الأخيرة اللي كنت نختار نجي عليها رئاسة كنت نختار نسترسل علي فيها غير عاد اللي الله لي مولانا نلاهينا نختموا البث ونعقبوا نرجعوا بتفصيل أكثر خصوصا للملف المالي والانتخابات الرئاسية اللي كنت نختارنا نتكلم عنها شوي كنت نختار في نهاية البث نعطيكم شي من الكتب هون اللي هم عاونوني في تحضير هذه الحلقة مع أني قاعد ما عملته حتى هذه موريتانيا المعاصرة الجزء الأول للدكتور سيد عمار والشيخنا أنصح الجميع بقراءة هذا الكتاب إلى عاد مازال متوفر في المكتبة والجزء الثاني حسب اللي قال لي الدكتور من نفسه عنه قيد الكتابة وهذا الآخر كتاب معروف للناس بعد اللي بالسنيانين قال له تريبي أتني البوفوار موريتاني لكاتب وباحث فرنسي مات لسالم ديعمين قال له فيليب مارشيزان وفيه مختصر تاريخ موريتان نهاية القرن التاسع عشر إلى نهاية القرن العشرين وزاد هو أنصح به ظاهر لي عنه لا أنا ما نقرأ الكتب PDF بس الكتب نقرأهم لا حقيقيين والله خليهم عني هذا ندي عنه تم ترجمته إلى العربية وحد منكم ما تقرأه ننصحه به وهذا كتاب أخر قصير قاع جداً قالوا Vers une Africanisation des opérations de maintien de la paix معناها عنهم حد تطور صور جعل عمليات حفظ السلام إفريقية أكثر يعني حد يقلل من الاعتماد على القوى الخارجية عمليات حفظ السلام معدلوا كولونيل الجيش الفرنسي قالوا بير دي جونغ أنا صديق لي نعرفه شخصياً وهو رجل أمن مهم في فرنسا كان أصلاً هو الدكان رئيسين ما هم من نفس التيار معناه أنه بعض الرجل عنده أخبار إفريقيا أول مرة يجي الموريتانيا 78 ومن ذيك الساعة هو يجي وكان قاعد ساكن هون وهو اللي كان مسؤول عن تكوين أول فيلق موريتان قاس عمليات حفظ السلام في وسط إفريقيا وكان الدكان ميتران ولينجا الشراكم اللي احتفظ به
راجع انكم تعودوا استفدتوا وانا مالي استفدت خصوصا من لا لا ما هو محمد العمر هذا الاول سيد عمر والشيخنا ينقالوا موريتانيا المعاصره الثاني فيليب مارشازان ينقالوا تريبي اتني اي بوفوار ان موريتانيا اللي هي القبائل الاذنيات والحكم في موريتانيا وهذا ينقالوا فير ان افريكانيزاسيون des opérations de maintien de la paix مخصص لقوى حفظ السلام في منطقة الساحل والصحراء ليلتكم سعيدة وشكرا حتى على حسن المتابعة وندور إن شاء الله تعالى نعدلوا لايف قريبا لا تأخر حتى لأسباب خارج عن إرادتي جزاكم الله خيرا شكرا على منهم عدل أي سنة أنا ماني معدل سنة أنا ما تيت نقرأ أنا في انا نقريت العميد ماستر في مدرسه هون قالها ايدج بزنس سكول قري مادين قالها اي ريبيوتاسيون سوشيال ميديا مانجمنت اللي هي ريبيوتاسيون ديجيتال و لو مانجمون دي ريزو سوسيو تو ايه الكتاب معدل اي سنه مام سياني شوف مام سياني كتاب سيد عمر والشيخنا الوعيمان معدل 2018 وكتاب فيليب مارشازان قديم هذا الإهداء اللي مكتوب ليانا معدل 2002 وعنه تم إصداره 1992 وهذا الآخر كتاب بير دي جون نقول لك حالا أنت معدل 2019 لذلك هذا 2018 هذا 2019 هذا 1992 وشكرا ودعناكم الله.